تزامنا مع مبادرة مجتمعي مكان للجميع والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد، وتزامنا مع أسبوع الأصم العربي 42 والذي كان تحت شعار لغة الإشارة للتواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية. أطلقت هيئة تنمية المجتمع مبادرة المترجم الصغير والتي تهدف لإنشاء جيل صغير واعي بالتعامل والتواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية.